بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صادق الأمين. اليوم سنتعرف كيفية التسجيل في جيمزر، وكيف تغير اسمك من اسم الذي يعطوك هم إلى اسمك اللي حتختاره أنت بنفسك. أولا ندخل على هذا الرابط، سأرفقه لكم تحت الفيديو. نعمل تسجيل من هنا، هنا نكتب الإيميل، وهنا الباسورد. هنا نعيد كتابة الباسورد، وهنا نختار اسم الدولة، هنا نقلد الحروف الموجودة في الصورة ونضغط على المربع الأبيض، نعمل سينج. لقد حصلت على الحساب، نضغط على هذا، وهنا نكتب الإيميل الذي أدخلناه قبل قليل. وهنا الباسورد، نضغط سينجين. هذا هو حسابك الجديد في جيمزر. نختار أي اسم، هذا اسمك الذي سيكون في الموقع. هنا نكتب تاريخ الميلاد، ومن ثم نختار الجنس، وأخيرا نختار اللغة، نعمل سيف. خلاص، أنت الآن تقدر تدخل من الصفحة الرئيسية بإيميلك اللي سجلت فيه. وهنا نكتب كلمة المرور، على طول سيدخل إلى هذه الصفحة. نضغط على الصورة، نضغط على هذه الصورة، هذا إذا ما كنت عملت سينج أوت، أو ادخل مرة ثانية. الآن سنتعرف على كيفية تلوين اسمك، تخلي اسمك ملون. نعمل هذا. الآن أعطاك هذه الأرقام، ستقول ما هذه الأرقام؟ الرقم 0 يعني اللون البني، ستجدها هنا، هذه ألوان. نكتب الاسم مثلا اللون البني، ونحذف كل شيء، ونكتب على طول الاسم. وبعدين اذا بدك تختار لون اخر، تخلي اسمك من لونين او تخليه من لون واحد، اللي يعجبك. إذا تشتي تختار أي لون، تضغط شيفت 6 وتختار الرقم اللون الموجود فوق المربع مثلا 6،
اختار اسمك الاخير وتعمل سيف. خلاص شوف فوق المربع صار اسمك هي. نرجع للصفحة الرئيسية حنلاحظ انه اسمنا ما تبدل مثل ما هو. نفعل خروج ونكتب الايميل من جديد. نكتب الباسورد سنلاحظ ان الاسم تغير مثل الاسم اللي كتبناه بملفك الشخصي. ينتهي موعدنا اليوم في تنتهي حلقتنا اليوم. أرجو أن هذا المقطع أعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتضغطوا لايك إذا أعجبكم الفيديو. وفي الحلقة الثانية سنتعرف كيف تقوم بتفعيل حسابك، لأنك إذا ما فعلت الحساب يفوز شي مليون مرة ما راح تطلع ولا نقطة، ستكون سجل النقاط صفر والأصوات صفر. إلى اللقاء في الحلقة الثانية.